اهلا بجماهير الاهلي مره تانية، والفقره الاخيره والفقره الحواريه في النهارده في برنامج العاب الصالات، ونجومنا في ابطال الكاراتيه ونجبتنا اللي شرفونا في البطوله الافريقيه اللي اقيمت في المغرب. خلينا نرحب بكابتن جمال خليل مدير قطاع الكاتا في اهلي مدينه نصر في جهاز كاراتيه بالنادي الاهلي. كابتن جمال بنرحب بيك ومبروك لاولادك اللي كسبوا بطوله افريقيا. الله يخليك. الحمد لله. خلينا نرحب بنجم احرز الميداليه البرونزيه في بطولة افريقيا في المغرب، كابتن آسر خالد. كابتن آسر بنرحب بيك ونقولك الف مبروك. ربنا يخليك. خلينا ناخد تقرير عن الكاراتيه ونجومنا وترجعوا لنا مره ثانيه. قاد كاراتيه النادي الاهلي منتخبنا الوطني لحصد المركز الثاني في بطوله افريقيا التي اقيمت بالمغرب خلال الفتره من 7 وحتى 9 من فبراير الجاري، بعدما حصد لاعب المارد الاحمر 10 ميداليات من اصل 39 ميداليه تحصل عليها الفراعنه بالبطوله القاريه. حقق كاراتيه المارد الاحمر بمفرده خلال البطوله الافريقيه ذهبيتين وست فضيات وبرونزيتين من اصل 11 ذهبيه و19 فضيه وتسع برونزيات تحصلت عليها البعثه المصريه باكملها. وبالنظر لابطال القلعه الحمراء نجد ان جيانا فاروق توج بذهبيه الكوميتي تحت 61 كيلوغرام، كما فازت نادي السيد بذهبيه الكاتا الجماعي شباب، فيما حصل أحمد أشرف على فضية الكاتا للفردي، وحصد محمد رمضان فضية كوميتيه تحت 84 كيلوغرام، أما تقى هشام فحصلت على فضية الكاتا الجماعي، كما حصل إسلام أحمد حسني على فضية نفس المنافسات. حصلت منى الهواري على فضية كوميتيه تحت 47 كيلوغرام للناشئات، ونور إيهاب على برونزية كوميتيه فوق 59 كيلوغرام، آسر خالد برونزية كوميتيه تحت 57 كيلوغرام، وأخيرا حقق محمد صلاح فضية كوميتيه تحت 55 كيلوغرام شباب. نجد أن هذا هو نتاج منظومة متكاملة من العمل داخل جدران القلعة الحمراء، بدءا من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وصولا لقطاع الكاراتيه بقيادة الدكتور مراد عاصم. أحلام النسر الأهلاوي لم تتوقف عند هذا الحد، بل يطمح في أن يكون أول ناد يتوج بميدالية أولمبية في اللعبة على صعيد مصر من خلال أولمبياد طوكيو المقبلة المقرر إقامتها صيف هذا العام. زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله نجوم الكاراتيه، عندنا نجوم على الصعيد الافريقي والعالمي، عندنا نجمات كبار جدا، واكيد دكتوره جيانا فاروق على راس القائمه. نتمنى لها التوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله واستعدادها ودخولها ان شاء الله الى اولمبياد طوكيو 2020. نتمنى خلاص ان اسمها يتحط جوه طوكيو، وبعد كده نتمنى معاها حلم جديد. خلينا نروح لكابتن جمال ونتكلم. كابتن جمال، قطاع الكاراتيه في النادي الاهلي هو قطاع اهلاوي 100%. كل اعضاء الفرق اللي عندنا في النادي الاهلي اعضاء عاملين في النادي. ما فيش حد عضو رياضي من بره النادي، وهم اولاد النادي. يعني ما فيش اعضاء رياضيين في النادي من فتره كبيره قوي، من زمان قوي الكلام ده، من زمان من اوائل التسعينات كان. دي قوانين داخل صاله الكاراتيه في النادي الاهلي ما ياخدش اي حد من بره. دي حطها الدكتور مراد عاصم، ان يعتمد على ابناء النادي فقط. وإن عندنا قطاع عريض من الأعضاء، ولادهم أعضاء في فرق النادي كلها. بعد ما كان عندنا فرعين عندنا الثالث وبنستقبل الرابع قريبا، بتتعاملوا إزاي مع الضغط من أولياء الأمور أو الضغط من أعضاء النادي؟ لأن عارف إن قطاع الكاراتيه قطاع كبير جدا في النادي. هو التعامل حضرتك اتقسم العمل زي ما الدكتور مراد عاصم عمل التشكيلات لكل الفروع، فخلى لكل فرع مديرين للناشئين وللشباب ومديرين فنيين، وكلهم اشرفوا على باقي المدربين واللاعبين الموجودين بتنظيم بينهم وبين بعض وتنسيق. فالحمد لله وصلنا النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي للعالميه والدرع العام على جمهوريه مصر العربيه. ما شاء الله عليه. هو كابتن بصراحه شديده. كابتن آسر، قول لي، رحنا المغرب بحلم اللي احنا نكسب ميداليه، وكسبنا ميداليه. احنا كان حلمنا في البطوله كل الفرقه كلها نفسنا ناخد الذهب. حلم مصر كلها اللي احنا نفخر ببلدنا ذهب. فكل لاعب من اللعيبه انا متاكد كلهم يعني بيشتغلوا عشان يفخروا بمصر. يعني يبقوا
مصر تتكلم عنهم وكده ويرفعوا راس مصر عالي قوي. اكيد لما بتروح البطوله وبتشيل الحمل ده اكيد بيكون في استعدادات مهمه قبل البطوله، عايزك تحكي لي استعديت ازاي لبطوله افريقيا؟ استعداد منتال لازم كابتن منتال يقعد يكلمنا يقول لنا يعني يشرح لنا هنعمل ايه في قبليها وكده، والفيتنس لازم الحمل الفيتنس بيقل شويه قبل البطوله. كاراتيه لازم نعليه عشان نبقى مركزين احنا المفروض نعمل ايه لما نلعب كده يعني. كابتن الاحمال بتختلف، منتال وكمان الاعداد البدني مهم جدا وكمان الكاراتيه مهم جدا، لكن خلينا دايما في الاعداد البدني لعيب الكاراتيه. حاجه شيء مهم جدا الاعداد البدني لعيب الكاراتيه في معظم الوقت اللي بيتواجد فيه داخل الملعب. النادي عندنا بيعوض حتى لو في خسور عند اللعيب بدني بيعوضوه لمدربين لياقه بدنيه على مستوى عالي، بيرفعوا من سرعته والقوة المميزة بالسرعة، كل ده بيتابعوه معاه مع مدرب المنتال بتاعهم، فبنقدر نوصل بيه لمستوى أعلى. وهو كان محقق أول جمهورية في سنه السنة دي ما شاء الله، وهو ده اللي خلاه يمثل مصر في المنتخب القومي المصري الكاراتيه. تمثيل منتخب مصر عن طريق بطولات الجمهورية، ياخد أول يسافر على طول مع منتخب، ياخد أول بيسافر ما عندهمش تصفيات. وهو عندهم التصفيات الداخليه بس برضه اللعيب اللي عندنا اللي حقق مركز اول ما بقاش حققه بسهوله، لكن بيبقى تعب جامد جدا فبيحافظ عليه طبعا وبيحقق جوه المنتخب نفس المركز والتصفيات الداخليه. اسر قول لي في البطوله حققنا برونز، عايز اعرف اصعب مباراه قابلتك في بطوله افريقيا مع بطل بطوله افريقيا. يعني في البطوله ديت كان اصعب ماتش وكده يبقى مع المغرب وكده، عشان المغرب جابت ترتيب عام اول وكده طبعا، ف يعني وارضها وجمهورها وحكامها وكده، عشان كده المغرب بيبقى اصعب دايما، اصعب لعيب بنلعبه. هم الحكام، انت قلت حكامها، الحكام مش بتحكم لا من المغرب، اعتقد دوله تانية لازم مع دول تانية كده. ده شيء مهم جدا. كابتن لو البطوله الافريقيه النهارده بتفرز لعيبتنا بتطلعوا المستوى العالمي، النادي الاهلي عنده ابطال عالميين على مستوى عالي جدا، واكيد على راسهم دكتوره جيانا فاروق اللي كلنا بننتظرها باذن الله الاهلي للاولمبياد. النادي الاهلي دوره ايه مع المنتخب المصري في توصيل لعيب للعالميه؟ دور النادي الاهلي هو كان عندنا مدربين في النادي مسكوا منتخب مصر فترات كبيره، فهم على درايه جامده جدا باللي بيحصل في البطولات الدوليه كمدربين دوليين، فبيعملوا نفس الاعداد اللي لازم اللعيب يواجهه لما بيسافر بطولات دوليه بره. اسر انت لما اخترت الكاراتيه في كوميتيه وفي كاتا مظبوط؟ اولا ليه اخترت الكاراتيه في النادي الاهلي؟ ليه رحت ملعب الكاراتيه؟ ليه رحت صاله الكاراتيه؟ انا كنت عايز اخش الكاراتيه يعني دفاع عن النفس وكده وروح اللعيبه وكده، فعجبني الملعب. واحنا صغيرين كلنا عايزين نضرب الناس ضرب رايح تضرب اي حد مظبوط. بتستعمل الكلام ده فعلا في حياتك ولا لا؟ صاله الكاراتيه وشكرا. يعني هو لا مش كده، اللي هو بره يعني لما حد ضايقك يعني ايه؟ حد ضايقك محتاجها هي الفرق بيبقى بتدخل على طول؟ ايه بتدخل كاراتيه على طول ولا ايه؟ يعني هو كاراتيه بيفيدني مش في اللعبه نفس، اللي هو في رد فعلي بيعلى بيعلى قوي عشان الماتشات تبقى الضربات سريعه وكده وتركيزي، يعني لما حد يضرب وكده ببقى مركز اعمل ايه بعد، اعمل ايه فيها في الضربه، مش في الواحد نفسه، في الضربه نفسها لا ابعد ضربه وكده. طب اسالك سؤال بجد، ليه اخترت الكوميتيه؟ ليه مش كاتا؟ هو انا يعني اخترت الكوميتيه عشان وانا صغير عايز اضرب. ما بحبش كده من الاخر على طول، يعني مش عايز تبقى ثابت مكانك وتبتدي تعمل حركات للكاراتيه، عايز تضرب اللي قدامك. بس بعد لما دخلت الكوميتيه يعني ما بقتش حابب الضرب. عندنا في الكوميتيه ما ينفعش نضرب جامد، لازم نلمس وكده، يعني لما دخلت ما بقتش حابب الضرب اساسا كضرب، ما بقتش احب الضرب يعني لم التركيز اللي انت ما تنفعش تضرب جامد ورد فعل تعمل تاتش بس كده. كابتن اللعيب هو اللي بيواجه نفسه الكوموتيه والكاتا ولا حضراتكم بتبقى رؤيه فنيه بالنسبه لنا، زائد توجه من اللعيب نفسه او اقباله على الكاتا والكوموتيه اكتر، وبيبقى الجهاز الفني شايف ان هو ينجح في الكاتا او ينجح في الكوميتيه، وعلى ضوء كده بنوجهه يعني بتوجه النادي الاهلي او الجهاز بيوجه اللعيب
طب هل اللعيب ممكن يقول لا انا مش عايز العب كاتا، انت شايفين هو في الكاتا يقدر يطلع على المراكز كويسه، يقول لا مش عايز العب كاتا عايز اروح كوموتيه؟ ينفع؟ أسر قال لي كده وهو صغير، كان عنده 9 سنين، كان عنده 9 سنين وبمرنه، فقال لي يا كابتن انا عايز كوموتيه علشان انا عايز اضرب. فهو كان شاطر جدا كاتا، وكستايل كان ستايله حلو جدا ووزنه وادائه، فده كان كويس. فقلت له طالما عايز كوميتيه فوجهناه كوميتيه ونجح. ونجح في الموضوع. نجح في الموضوع. ياسر بجد عايز اسالك سؤال بجد. وانت بتلعب ماتش في بطوله جمهوريه مع النادي مع المنتخب بره ايا كان، مفيش ماتش سخنت فيه ان انت تضرب لعيب؟ سخنت خلاص مش عايز تلبس، عايز تضربه خلاص ضرب جامد يعني، خلاص تعبت عايز تضرب عشان تخلص الماتش؟ لا هو يعني هو ده لو ضربت هيبوظ الماتش. انا فاهم. لا اكيد الضرب لما تلعب مع لعيب بتسخن بقى، فيعني الموضوع يختلف. ايوه ساعات بيحصل لي. بيحصل اللي انت حصل. تفتكر ماتش زي ده، مش عايز اسم اللعيب عشان ما نقولش عليه، انا عارف ايه اللي حصل في الملعب، ايه اللي حصل معاك؟ يعني سخنت لدرجه ان انا بقيت يعني ما بقتش افكر ان انا العب ايه، بقيت العب بحس ان جسمي بيتحرك لوحده. بلعب ضربات يعني احس اول مره العبها. اول مره تلعبها؟ حقيقه يعني مش طبيعي، مش لعبه كاراتيه، انا بتاع خناقه يعني. ساعات حصل كده وساعات بلعب اللي هو العب كاراتيه بسرعه انا ما كنتش متعود عليها يعني كده. التعامل النفسي مع اللعيبه دي شيء مهم جدا، بمعنى دي لعيبه العاب فرديه مش جماعيه، احنا في الالعاب الجماعيه عندنا نقول يلا شد حيلك مفيش مشكله بنعوض بعض. التعامل معاهم ازاي مع الكم الكبير اللي عندك في النادي الاهلي؟ هو اللعيب لازم نعلمه ازاي يتحكم في نفسه عشان ما يفقدش شعوره اثناء الماتش فيخسر الماتش. وده بيبقى دور دكتور المنتال، احنا عندنا 2 دكتور منتال في الجهاز. اللعيب اللي بنلاقيه بيزيد شويه على الملعب والسيطره على نفسه ما بتبقاش موجوده، او يخاف شويه، في الحالتين دول بنعرضه على دكتور المنتال فعلا يقدر يتعامل معاه ويقول لنا نبدا معاه من انهي اتجاهيه. كابتن جلال بصراحه شديده، خلينا نتكلم في الكاراتيه، في لعيب ما قدرتوش تسيطروا عليه في جهاز الكاراتيه؟ يعني في لعيب وصل لدرجه سخنيه هيبتدي ضرب مع اللعيبه فبتنحيه بره 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 المواضيع، ولا الكلام ده مش موجود داخل النادي؟ لا ده مش موجود عندنا خالص، لان بنبدا بالاحترام الاول، يعني اول ما بنبدا تمرين بنحيي بعض. نحيي ونقول قص بالظبط، فعلى ضوء التحيه دي ما ينفعش اخرج براها. بس فما فيش حاجه اسمها حد يفقد شعوره ابدا. ابدا. دكتور مراد ايه لو فلت شعوره؟ لا ما فيش، هينزل الملعب على طول. كابتن ياسر قول لي بتوفق ازاي بين دراستك انت اولى ثانوي، بتوفق ازاي بين الدراسه وبين التمارين الكاراتيه والتدريبات منتخب ونادي؟ موضوع كبير جدا. يعني هو انا بعد عشان بيبقى في بطولات لازم التمارين بتكتر في اليوم، ساعات بتبقى 3 تمارين في اليوم. فانا بحاول استخدم اي ساعه عندي في اليوم عشان ادرس عشان انجح وكده واجيب درجات حلوه وكده. قول لي بقى بصراحه شديده، مين اللي سبورت، بابا ولا ماما؟ الاثنين. الاثنين؟ الاثنين. لا اللي بيتعب اكيد، لا اللي بيتعب حد فيهم، ماما اللي براحه جايه اكيد. الاثنين. طب عايزك تلف للكاميرا كده وتقول لهم كلمه وانت بطل وكسبان برونز افريقيا، تقول لهم ايه النهارده؟ مين؟ لماما وبابا والبيت كله عندك. لا الكاميرا اهي، الكاميرا قدامك. بص لها كده. انا بشكركم جدا جدا جدا، انتوا تعبتوا معايا اكتر ما انا تعبت مع نفسي. يعني انا بشكركم في كل حاجه في حياتي. حاجه جميله وشيء شعور جميل ان انت بتشكر النهارده الاسره الكريمه، لكن قول لي حكايه الميداليات اللي قدامك، ارفع ميداليه كده وقول لي حكايتها ايه معاك. دي اول يعني اول ميداليه رسميه خدتها. عايزك تلفها للكاميرا. دي اول ميداليه اخدتها رسميه في بطوله دوليه. هي دي كانت في قبرص. في قبرص. كان ضغط جامد قوي، البطوله كانت كبيره ودخل كل البلاد وكده. بخش نزل الملعب كنت حاسس ان انا قوي اول مره. ف بره مصر البطوله دي؟ في قبرص طبعا. فانا نزلت الملعب حسيت ان كل القلق بتاعي شال من اول ما نزلت الملعب. خلاص اول ما حطيت رجلك جوه ارض الملعب. القلق بتاعي شال وبقيت مركز في لعبي. كده. فكل كل العيب قدامه لعبته كان في اللي كان كويس وفي لعيب لسه جديد كده. فالبطوله دي اثرت فيها جامد. هي دي البطوله المؤثره في حياه كابتن ياسر خالد. عايز اشوف الميداليه الافريقيه. دي الميداليه الافريقيه. ارفع بقى كده فرجنا لازم. دي الميداليه الافريقيه. دي الميداليه المركز الثالث. ثالث. احلامك في المرحله اللي جايه؟ احلامي انا حلمي يعني اجيب الاولمبياد. ده حلم اي لاعب كاراتيه.
الاولمبياد دي اكبر بطوله الكاراتيه بالنسبه اللي هو داخل لسه داخلها جديد او اول سنه اول سنه فهو انا حلمي ان انا اخشها واجيب اول وامثل مصر بيها يعني. ما شاء الله عليك يا ياسر، ما شاء الله ما شاء الله. وجود لعيبه كبار في النادي الاهلي بيدوا اللعيبه الصغيرين دوافع كبيره جدا. هو عندنا الجهاز أبطال عالم الجهاز عامل عندنا ابطال كبار جدا في القاعات الكبيره بتاعتنا اللي اتعملت جديد، حاطين بوسترات كبيره لكل اللعيبه الدوليه اللي في النادي الاهلي من اول الدكتور مهند، من اول الدكتور مهند مجدي لحد دكتور جيانا فاروق، دكتوره جيانا فاروق وكل اللعيبه الدوليين، احمد اشرف وكل اللعيبه الدوليين عندنا تقريبا ازيد من 20 الحاليين على الملاعب كلهم ليهم بوسترات كبيره، ده غير اللي اعتزل. ده اكيد 100% بيديهم دوافع ثانيه لما يشوفوا ابطال العالم من النادي الاهلي، بيدي دفع لكل اللاعبين الصغيرين خصوصا بيقروا اساميهم بقى موجود ده اسمه ايه وعمل ايه يا كابتن، بنشرح لهم ان دي اللعيبه الدوليه اللي لسه موجوده على الملاعب لحد دلوقتي، ده غير طبعا اللي اعتزل وكان قدهم مرتين كمان. هي كده بقى دي الكاراتيه. قول لك يا كابتن جمال، البطولات اللي جايه ايه اللي في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي احنا بدانا اول ماتشات لينا الاسبوع اللي فات يوم الاحد بطولات القاهره، اول الموسم بيبدا دون ببطوله 15 و16 سنه، والنهارده كان عندنا بطوله 13 و14 سنه، والحمد لله النادي الاهلي سيطر على كل المراكز الاولانيه، سيطر اكتسح كل المراكز خلينا نكمل في الفصل اللي جاي ان شاء الله في بطولات الجمهوريه. خلينا نشكر كابتن آسر خالد ونقول له ألف مليون مبروك، عشان لسه عندنا نجمات داخلين بعد الفاصل. كابتن آسر بنقول لك نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله دايماً نكون معاك، وإن شاء الله نشوفك قريب جداً واقف على منصات تتويج في العالم والأولمبياد إن شاء الله. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمات الذهب أو نجمات بطلات الكاراتيه في النادي الأهلي والفوز في البطولة الأفريقية اللي أقيمت في المغرب. خلينا نرحب بنجماتنا ابطال ونجمات النادي الاهلي ونجمات مصر في الكاراتيه والفوز في بطوله افريقيه اللي اقيمت في المغرب. خلينا نرحب بكابتن منى الهواري. كابتن منى بنرحب بيكي ونقول لك الف مبروك. شكرا. كمان خلينا نرحب بكابتن ناديه السيد، نجمه من نجمات الاهلي ونجمه من نجمات مصر. كابتن ناديه بنرحب بيكي ونقول لك الف مليون مبروك على الفوز بالميداليه الذهبيه في الكاتا. مظبوط. اخترتي كاتا ليه؟ وانا لقيت نفسي فيها احسن وكنت حباها اكتر، يعني عامه لعيب الكاتا بيبقى شكله حلو على الملعب، بيبقى فيه شو كده، البدله بنبقى راسمين نفسنا في الملعب احلى. فبالنسبه لي كانت احلى من الكوميتيه فاخترتها. فاخترتيها. خلينا بس نخرج لحاجه مهمه ونقول لجماهيرنا ونفرحهم ان فريق الاهلي لكره السله فاز على نادي الاتحاد السكندري في عقر داره في اسكندريه 64-60. ما شاء الله رجال كره السله بيستعيدوا مره اخرى التالق، وان شاء الله نتمنى لهم في المرحله الاخيره من الدوري وهي اقوى مرحله اللي احنا داخلين عليها، كل دي مرحله تمهيديه لكن المرحله اللي جايه هي المرحله الاهم باذن الله، يكونوا عند حسن ظن الجميع، دعمنا ليهم وان شاء الله يكونوا باذن الله عند حسن ظن الجميع. كابتن ناديه معلش خبر مهم طبعا كره السله انت عارفه يعني كويس، فاخترتي الكاتا مش الكوميتيه، العكس صحيح مع منا. ليه كوميتيه مش كاتا؟ هو انا من وانا صغيره وانا بدات تمرين كوميتيه على طول، ما جربتش كاتا بصراحه، بس وانا حبيتها من وانا صغيره، وكمان عشان اختي الكبيره ياسمين الهواري كانت بادئه كوميتيه فانا حباها من وانا صغيره، كنت عايزه العب كوميتيه عشانها. دي رغبتي. دي رغبتك مش رغبتك عشان الضرب؟ لا، وكمان انا كنت واخده ياسمين قدوه، فانا كانت بالنسبه لي قدوه في كل حاجه، فانا كنت على طول وراها في كل حاجه هي بتعملها. هي القدوه شيء مهم جدا. طبعا. هي اللي وجهتها يا كابتن؟ اختها بطله اصلا طبعا في الفرقه الكبيره منتخب مصر، وعندنا في النادي الاهلي هي من اللعيبه المميزين قوي، لان برضو كمثال للدكتوره جيانا مخليها قطاع البنات عندنا جامد جدا، مولع. جامد جدا وكوميتيه كتير قوي عندنا في البنات، وبيحققوا مراكز كويسه على مستوى الجمهوريه ومستويات الدوليه. كلامك بصراحه شديده، تدريب البنات مختلف عن تدريب الاولاد ولا هو هو؟
لا هم بيلعبوا مع الولاد عشان ياخدوا نفس الروح الحماسيه او الاداء الرجولي معلش في اللفظ بالنسبه للاعبين الولاد. فعشان كده هم كلهم جامدين عشان احتكاكهم بالفرق الكبيره والولاد في الفرق. شيء مهم جدا نادي، قولي لي بنوفق ازاي بين الدراسه وبين التدريب وفوز بميداليه ذهبيه؟ ده شيء مهم جدا، اكيد الدراسه بيبقى فيها مشكله. هو عامه الموضوع كان صعب حبتين، انا كنت في معسكر منتخب في ايام الامتحانات، كانت البطوله قبل ايام الامتحانات على طول. فكنت بروح الامتحان من المعسكر واروح راجع على المعسكر بتدرب وبنزل تاني يوم امتحان، كنت شغاله من المعسكر اروح الامتحان وارجع تاني. لا بتعمليها ازاي دي؟ لا فاهميني يعني ازاي جوه المعسكر فاسيب المعسكر اروح الامتحان وارجع من الامتحان ارجع المعسكر ازاي؟ هو بروح الامتحان بصحى الصبح بدري طبعا، بروح الامتحان وارجع بشوف لو في تمرين بتمرن، اخلص التمرين واروح اي وقت الاقيه فاضي عندي بذاكر على طول، وبعد كده بروح التمرين لو عندي تمرين تاني بنزله. خلاص مثلا بقعد اسهر لحد بالليل، لازم اخلص يعني كل اللي ورايا وتاني يوم امتحانات هكذا برضو. بس طبعا محتاجه مجهود كبير جدا وبرده لازم اتعب، عشان لو عايزه ابقى بطله لازم اتعب. ما شاء الله اكيد، بس لازم تقول حاجه مهمه. وانا لعيب افتكرت حاجه مهمه، ساعه الامتحانات دي كنا دايما بنقول هنذاكر هنذاكر هنذاكر، ما كناش بنذاكر ونروح الامتحان من غير مذاكره. لكن الجيل اختلف والجيل عنده اللي هو لازم يذاكر عشان يبقى كويس جدا في المذاكره وكمان يجتهد في الدراسه وكمان يبقى مجتهد داخل الملاعب. منا معانا ولا علينا في الموضوع؟ بتتمرني ولا تلعبي ولا تذاكري ولا تعملي ايه؟ لا هو طبعا انا لازم اوفق بين الحاجتين، ما ينفعش يبقى عندي حاجه والحاجه الثانيه واقعه. يعني اصحابك مثلا وانت بتتمرني اصحابك يقولوا في افكسي التمرين وتعالي معانا؟ لا كانوا بيقولوا لي ساعات اكيد كتير. صح؟ ساعات كتير بيقولوا لي، بس انا حابه الموضوع ده، حابه ان انا اخلص تمرين اذاكر، لازم اخلص اللي ورايا. هو ايام الامتحانات هي بكلمك بصراحه شديده في السن بتاعنا او السن بتاعك، يعني انا كبير خلاص عجزت، لكن انتوا السن بتاعك اكيد السن ده عايزه تخرجي وتلعبي مع اصحابك. على طول. بس ازاي؟ بس انا باجي على نفسي كتير قوي علشان لازم عشان يبقى ابقى بطله وابقى في الاخر. صحابي بيشجعوني لما يلاقوني مسافره او حاجه، هما بيقولوا لي لا انت ضيعتي مثلا معنى الخروجه دي، بس انت جات لك قصادها حاجه احلى. حاجه سفرية. احلى. هرجع للنقطه دي مهمه جدا. كابتن بطولتنا اللي جايه اللي كنا وقفنا عندها في فقره اولانيه، بطولتنا اللي جايه بطولات مهمه جدا للنادي الاهلي، اللي دايما احنا دلوقتي احنا مكتسحين 13 سنه زي ما حضرتك قلت النهارده مظبوط، و15 و16 يوم الاحد اللي فات. يوم الاحد اللي فات عندنا ايه اللي جاي قريب؟ اللي جاي عندنا هنبدا ببطوله الجمهوريه والدوري الدوري الممتاز شباب وشابات، ناديه في فرقه من الناشئات ناديه فيهم، وان شاء الله تقريبا يوم 22. وده اخر دوري احنا خدنا الدرع العام الاول، المركز الاول في الرجال والانسات والشباب والشابات، وناقص لنا الناشئين والناشئات. ان شاء الله هنلعبه باذن الله ناخد مركز اول. احنا مكتسحين الاسبوع الاولاني، فاضل لنا اسبوع ان شاء الله نخلص كل الماتشات اللي علينا ويبقى الدرع العام اول ان شاء الله. ده بالنسبه للكاتا والكوميتي ان شاء الله برضو نفس الشكل. مين بص مين يقدر على الاهلي؟ مين بينافس الاهلي؟ هو ما فيش حد، هو الفرق كبير قوي قوي بين الاهلي وبين اللي ورانا مركز ثاني، فاللي ورانا مركز ثاني احنا قدوا ثلاث اضعاف او اربع اضعاف النقط البوينتات بتاعتنا يعني. بس فما فيش حد يقدر يجيبنا دلوقتي يعني. اكيد الاولمبيات هي احلى حلم لاي حد لاي رياضي مظبوط؟ طبعا. الخطوات اللي انت بتاخديها عشان توصلي نفسك للمرحله دي يا ناديه؟ طبعا لازم اتمرن كويس، تغذيه، ولازم منتل، لازم تمرين كل يوم. قولي لي المنتل ده بالظبط بيتقال في ايه؟ ايه اللي بتحكوا في ايه؟ عايز افهم جميل الموضوع. المنتل هو الكابتن بيشرح لنا احنا في الملعب في بطوله، بيدخلنا في المود واحنا في البطوله واحنا واقفين على الملعب. انا اتخيل نفسي جوه الملعب اللي هتلعبي عليه ولا جوه صاله النادي الاهلي؟ لا جوه الملعب الدولي او ملعب محلي او دولي. انا هلعب ازاي جوه؟ اتخيل نفسي شخصيتي اللي عايزه اخش بيها الملعب اكون عامله ازاي، الكاريزما بتاعتي وانا داخله العب بشكل ايه، عايزه اطلع الباور ازاي، لا انا عايزه اثبت هنا كده يعني. وبنتدرب عليها طبعا كذا مره وبنغمض عينينا وبنتخيل الكاتا كاننا بنلعبها يعني، بتبقى منتال مهم جدا بالنسبه لنا. المنتال مهم بالنسبه للكاتا والكوميتيه؟ الكوميتيه بيبقى العكس شويه، ان احنا بنبقى بيمرنا ازاي يبقى شكلنا حلو واحنا داخلين، ندي المنافس طبع انه احنا قادرين بالنظره بالسلام
ازاي ابقى واثقه من نفسي، ازاي ابقى شكلي حلو في التحرك على الملعب، ازاي ابقى واثقه في ضرباتي وان انا ادخل كويس والم الفينش بتاع الضربه. بنتمرن على كل ده في المنتل وفي التمرين برضو، اللي هو بيبقى المنتل ساعات قبل التمرين، فاحنا بيمرن الحاجات دي وبننفذها في التمرين. طبيعي بنبقى في البطوله بنعملها كويس، والمنافس بياخد فكره لان نازل العب ماتش جامد بس، فبتبقى حاجه. وانت بتلعبي في الكوميتي صوت مين على ودانك، المدرب ولا بابا وماما اللي قاعدين فوق في المدرجات؟ او ياسمين. ياسمين صوت ياسمين. هو اللي جاي معاكي على طول، بتقول لك ايه ساعتها؟ هي بتشجعني، هي من كلمه واحده بتقدر تخليني ان انا لا انا عندي تاني، لان هي على طول لا قولي بتقول لك ايه. لا مش هسيب الموضوع، مش هعدي كده، خلي بالك. هي على طول هي عارفه تشجعني ازاي. هي قبل الماتش بتقعد تكلمني كتير وتقعد تقول لي انت لعيبه كويسه وانت هتقدري تكسبي، وفي الماتش ابص لها تقول لي العب ضربه معينه مثلا، هي فاهمه لعبي كويس. طب هقول لك حاجه كويسه قوي، ايه رايك ان انت تقولي كلمه للاسره الكريمه، واكيد كلمه لياسمين وكلمه لاسرتك. طيب. بس بصي للكاميرا اللي قدامك. ماشي. بابا وماما طبعا على طول بيشجعوني وعلى طول مساعديني وبيخلوني ان انا اقدر ان انا اواظب في المدرسه ابقى كويسه، وبرده في التمارين وفي المعسكر اذاكر. وياسمين طبعا على طول تنزل معايا التمرينات وتقف قصادي وتمرني الحاجات اللي انا ساعات ببقى مش كويسه فيها. طب شكرا ليهم ولا ايه؟ يعني عايزك تقولوا كلمه كده ليهم. طبعا كلمة طبعا بقى. بشكرهم طبعا لان هم اللي خلوني اوصل هنا دلوقتي بعد ربنا. وبشكرهم جدا لان انا من غيرهم كان ممكن اكون مش حاجه، لان لا اكيد انت هتكوني حاجات كتيره بيهم اكيد، دي حاجه مهمه كتير. جدا. ناديه عايزك توري الميداليه كده للجمهور، والميداليه دي تمثل لك ايه؟ تمثل لي حاجات كتير طبعا، بس في الاول في الاخر كل ده تعب بابا وماما في الاول طبعا. على الكاميرا مش انا. عايزه تيجي على الكاميرا مش انا خالص، على الكاميرا. يعني كل ده تعب بابا وماما، ده هم الاساس عامه، هم اللي تعبوا معايا من بدايتي في الكاراتيه، واختي طبعا كانت بتشجعني. وطبعا احب اشكر الكباتن، هم وصلوني ان انا ابقى بطله افريقيا وبطله عالم، كابتن احمد عاطف، كابتن احمد السقا. وطبعا نادي الاهلي ليه جميل كبير قوي عليا، هو اللي خلاني اصلا بطله. ما شاء الله عليكم، هتفضلوا ابطال. لما بتشوف بناتك كبروا الموضوع معاك بتكون نفسك تقول ايه؟ انا ببقى سعيد جدا جدا بيهم ان احنا قدرنا نوصل بلاعبين النادي الاهلي من طفولتهم لحد ما بقوا شابات كبار وابطال عالميين، فدي بتبقى قمه للسعاده بالنسبه لنا وبالنسبه للجهاز الفني كله في النادي الاهلي. كابتن جمال انتوا اللي اسعدتونا ودايما بتسعدونا ونجمتنا بيسعدونا في الكاراتيه، فعلا بنشكرك شكرا جزيلا انك كنت معانا النهارده، ونتمنى دايما اللقاء مع حضرتك. متشكرين جدا. واكيد لازم نشكر نجمتنا كابتن منى الهواري وكابتن ناديه سيد على الفوز وعلى التالق وعلى الكلام الجميل اللي سمعناه منكم النهارده. شكرا حضرتك. خلينا دايما نشكر جهاز الكاراتيه برئاسه الدكتور مراد عاصم، صديقي العزيز جدا، لكن هو في الشغل ما بيعرفش حد. ما شاء الله عليه، جهاز ملتزم منضبط داخل النادي الاهلي، وكمان لاعبين ومدربين وقادرين كامل الجهاز بنشكره في شخص الدكتور مراد عاصم، فعلا جهاز يشرف النادي الاهلي في المحافل المحليه والعربيه والافريقيه والعالميه، وان شاء الله لسه قدامنا في الاولمبيات اللي جايه. بنشكركم والى اللقاء.